نتواصل مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع القيادة والصدارة الأولى مع هذا الشوط، الشوط الخامس للإذاعة وفي المجموعة الشوط الخامس عشر. نسير مع البداية والصدارة الأولى، مياسة علي بن محمد برحمة الشامسي مع المركز الأول، بينما المركز الثاني لغزي الحسين بن فهد بن حسين الشكرة الدوسري أيضا مع المركز الثاني بشعار أيضا، هناك أيضا مبارك بالدريوي المنصوري مع ثاني المراكز، بينما ثالث المراكز الحذرة مبارك بن سلطان مرخان المنصوري مع المركز الثالث، رابع المراكز والوصول في هذه اللحظات الرائعة والجميلة هناك والمنطلقة مع هماليل ورايد بن مبارك بن سعيد النيادي هناك الغادم في هذه اللحظات الجميلة، بينما الوصول الكايدة حمد بن محمد بن سالم العفاري أيضا الواصل في هذه اللحظات، بينما القدوم مع شوهين سالم بن سريم بالورع العامري هناك الواصل في هذه اللحظات مع سادس الانطلاق وسادس التحديات. لنا عودة إلى البداية، لنا عودة إلى الصدارة الأولى وإلى الانطلاق الأول هناك مع البداية والصدارة الأولى. يا سلام مع هذا الانطلاق المتميز والانطلاق الرائع والجميل، يا سلام مع هذا الحضور الرائع والمتميز مع القيادة والصدارة الأولى، يا سلام ينطلق كل الانطلاق المتميز، يا سلام هناك مياسة مع القيادة والصدارة علي بن محمد رحمة الشامسي، بينما الغزي الحسين بن فهد الحسين هناك الدوسري مع شعار بن ضحيوة أيضا هناك مبارك بالدريوي المنصوري، يا سلام الله يا هذا الانطلاق هذا الانطلاق والحذرة مع مبارك بن سلطان مرخان المنصوري القادم في هذه اللحظات الجميلة والرائعة، بينما الوصول مع الكايدة حمد محمد بن سالم العفاري أيضا ينطلق مع المركز الرابع، بينما خامس المراكز وخامس التحديات هناك أيضا، يا سلام يا سلام القدوم هناك في هذه اللحظات، القدوم في هذه اللحظات مع بالورع أيضا مع شواهيل سالم سليم بالورع العامري العفاري هناك، يا سلام هذا الانطلاق أشوف هنية قادمة همالية رايد المبارك بن سعيد النيادي، ولكن خلاص لنا عودة إلى البداية، العودة إلى البداية وإلى الحذرة، الحذرة التي غيرت مع المركز الأول غيرت مع الصدارة والقيادة، يا سلام مع هذا الانطلاق المتميز الانطلاق الرائع والجميل، يا سلام الحذرة مع المركز الأول مع القيادة والصدارة الأولى مع القيادة مع مبارك سلطان مرخان المنصوري، المركز الثاني مع مياسة علي بن محمد رحمة الشامسي أيضا مع ثاني المراكز، ثالث المراكز الوصول مع الكايدة حمد بن محمد بن سالم العفاري أيضا الواصل مع ثالث المراكز وثالث التحديات الرائعة، ولكن الحذرة الحذرة مع البداية، الحذرة مع المقدمة والصدارة الأولى، يا سلام بهذا الانطلاق الرائع بهذا الانطلاق الجميل، يا سلام الله شوف وتابع شوف وتابع هذا الحضور هذا الأداء الجميل هذا الأداء الرائع، يا سلام الحذرة مع البداية وأيضا هناك الكايدة الكايدة والحذرة الكايدة والحذرة الحذرة ما قالها شيء بن مرخان حصاتها مدفونة في الأبطال، يا سلام والكايدة غادمة الكايدة غادمة في هذه اللحظات تنطلق مع ثاني المراكز وثاني التحديات الرائعة والجميلة، لمن الانتصار لمن الحضور الرائع والجميل، يا سلام هنا جولة الأوامر النهائية، يا سلام تابع وشوف تابع وشوف هذا الأداء الجميل هذا الأداء الرائع والمتميز، يا سلام الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله على هذا الرجس الرائع مع الكايدة حمد بن محمد بن سالم العفاري، هذا الحضور هذا الحضور وإلا فلا ما شاء الله على هذه النوعية الرائعة والجميلة هنا مع حمد بن محمد بن سالم العفاري، الله يسعد صباحك على هذا الحضور الرائع والمتميز ما شاء الله، لحظات هنا أيضا وانطلاق متميز انطلاق رائع وجميل ما شاء الله وتبارك الله، سلام
سلام يا راعي الكايدة، سلام محمد محمد سالم العفاري. المركز الثاني أيضا الوصول مع الحذرة بارك وسط عمر خالد منصوري، بينما الوصول الغدوم مع مياس علي محمد محمد الشامسي.